بالوقوف والتوقف. أسئلة الامتحان من نوع بي خاصة بالوقوف والتوقف. هذا السؤال كيقول يمكن للتوقف هذه محطة الوقوف؟ لا، ما يمكنش للوقوف، ما يمكنش للتوقف، لأن هذا موقف موقف خاص ب عفوا خاص بالشاحنات. الجواب صحيح رقم زوج. يمكن لي في هذا السؤال توقف بين هذه زوج السيارات؟ جواب رقم واحد. كذلك يمكن لي نوقف بين هذه زوج السيارات. إذا الوقوف والتوقف هو مسموح به بين هذه زوج السيارات. جواب صحيح رقم واحد وثلاثة. هنا يمكن لي توقف في هذه محطة الوقوف. نعم يمكن لي، لأن هذا موقف خاص بالسيارات. يمكن لي الوقوف والتوقف. جواب صحيح رقم واحد. هنا في السؤال توقف على طول الرصيف ديال اليسار، واش هو بالمجان او بالخلاص؟ كنلاحظوا هنا عندنا علامة الأداء باركينج موقف بالأداء، إذن هو بالخلاص. جواب صحيح رقم زوج. يمكن لي نتوقف على الطريق، على جنب الطريق بأضواء الوضع مشعولين ولا بلا أضواء؟ هنا كيف ما كنلاحظوا ما يمكنش اننا نتوقفوا على الطريق نهائيا، اذا غادي نتوقفوا على جنب الطريق وضروري ما نشعلوا اضواء الوضع، لان هنا الرؤيه غير واضحه. هنا كنلاحظوا وجود ضبابه، اذا ضروري ما نشعل ضوء الوضع باش تبان العربه ديالي. الجواب صحيح رقم زوج وثلاثه. من بعد هذه العلامه يمكن لي التوقف على طول الرصيف. كنلاحظوا هنا وجود علامة المنع ممنوع التوقف. إذا والمنع كيف كنعرفوا؟ المنع كيطبق من بعد العلامة. واش يمكن لي التوقف؟ لا، ما يمكنش لي التوقف. جواب صحيح رقم زوج. في هذا المكان يمكن لي التوقف على طول الرصيف دقائق قليلة. يمكن لي نوقف باش نزل الراكب اللي معايا. كيف كنلاحظوا هنا وجود رصيف مصبوغ بالأحمر والأبيض. وقوف التوقف في الرصيف مصبوغ بالأحمر والأبيض هو ممنوع نهائيا. إذا الجواب صحيح رقم زوج وأربعة. هذه العربة متوقفة في وضعية مناسبة؟ نعم، جواب واحد. لا، الجواب زوج. هنا كيف كنلاحظوا هذا عبارة عن ملتقى الطرق، والوقوف التوقف ملتقى الطرق هو ممنوع نهائيا. إذا علاش؟ لأنه كتحجب الرؤية على مستعملي الطريق. جواب صحيح رقم زوج. على طول هذا الشارع يمكن للتوقف على اليمين أو على اليسار. هنا التوقف كيكون على اليمين. علاش؟ لأن هذه الطريق ذات اتجاهين. إذا وقوف التوقف كيكون في الاتجاه ديالك، هو الاتجاه اليمين. التوقف كيكون بالاداء او بالمجان. كنلاحظوا هنا ما كاين عندناش العلامه ديال الاداء، ما عندناش علامه الاداء، اذا هو بالمجان. الجواب صحيح رقم واحد واربعة. يمكن لي نتوقف قدام هذه السياره الحمراء. كنلاحظوا هنا عندنا ملتقى الطرق، وكذلك عندنا رصيف مصبوغ بالأبيض والأحمر ممنوع فيه الوقوف والتوقف. الجواب صحيح رقم زوج. يمكن لي نتوقف على الجنب ديال اليمين الآن. جواب واحد. أو مباشرة من بعد المنعرج. جواب زوج. هنا في هذه الحالة إذا بغيت نتوقف غادي نتوقف الآن، ماشي من بعد المنعرج، ماشي مباشرة من بعد المنعرج. جواب رقم واحد. من بعد هاد العلامة يمكن لي نوقف أو نتوقف. كنلاحظوا أن هاد العلامة كتمنع الوقوف والتوقف، والمنع كيف عرفنا كيطبق بعد العلامة. إذا هنا بعد العلامة ما يمكنش لي نوقف وما يمكنش لي كذلك نتوقف. جواب زوج وأربعة. هاد العلامة واش كتمنع التوقف على الطريق أو على جنب الطريق؟ هذه العلامة
كتمنع التوقف على جنب الطريق؟ جواب رقم 3. أما الطريق فهو ممنوع فيه التوقف نهائيا، سواء كانت العلامة أو بدون علامة. إذا شنو اللي كيمنع عليا التوقف على الطريق؟ هو أن الطريق هي للسير، طريق هي للسير وليست للوقوف والتوقف. إذا الجواب صحيح هو رقم 2 و4. عفوا، كتمنع التوقف على الطريق، نعم كتمنع على جنب الطريق، رقم 1 و3. هاد طريق السيار وفي هذا المكان يمكن لي نوقف باش نرتاح او لا في حالة استعجالية. هنا في هاد المكان اللي هو كنسميه شريط الوقوف الاستعجالي، ما يمكن لي نوقف الا في حالة استعجالية، ما يمكنش لي نوقف باش نرتاح. الجواب صحيح رقم 2 و3. هنا المحرك ديال السيارة ديالي توقف، نوقف على اليسر او نوقف على شريط الوقوف الاستعجالي. هنا غادي نوقف على شريط الوقوف الاستعجالي كيف ما سبق وذكرنا، لانه عندي عطب. في هذه الحالة عندي عطب، شعلت لي علامة حمراء، اذا عندي عطب. غادي نوقف على شريط الوقوف الاستعجالي وغادي نشعل اضواء النجدة. جواب رقم 2 و3. في هذا المكان كيف كنلاحظوا هو خاص بالحافلات، واش يمكن لي نقوم بانزال الراكبين اللي معايا ولا نوقف دقائق قليله؟ ما يمكنش لي ننزل الراكبين وما يمكنش لي كذلك نوقف دقائق قليله. الجواب صحيح رقم 2 و4. باش ننزل الراكب اللي معايا يمكن لي نوقف قبل العلامة او بعد العلامة. هنا كيف كنلاحظوا عندنا علامات ممنوع التوقف، فبالتالي الوقوف هو غير ممنوع. اذا يمكن لي الوقوف قبل العلامة وكذلك بعد العلامة. الجواب رقم 1 و3. يمكن لي نقوم بالتوقف على طول الرصيف قبل هذه العلامة او بعد هذه العلامة. هنا عندنا علامة المنع، ممنوع التوقف. قبل العلامة كنلاحظوا وجود رصيف مصبوغ بالابيض والاحمر، اذا ممنوع لي التوقف قبل العلامة. وكيف كنعرفوا ان المنع كيتطبق بعد العلامة؟ اذا ممنوع كذلك التوقف بعد العلامة. الجواب صحيح رقم 2 و4. هنا يمكن لي التوقف بين هاد زوج السيارات الزرق، كنلاحظوا هنا بين هاد زوج السيارات كنلاحظوا وجود ممر خاص بالراجلين، اذا ما يمكنش لي التوقف بين هاد السيارات. جواب صحيح رقم 2. انا متوقف في مكان مناسب. في هذا السؤال كنلاحظوا بان كنتوقفوا في وسط الطريق، كيف ما ذكرنا بان التوقف في وسط الطريق هو ممنوع نهائيا، لان الطريق هي للسير وليست للتوقف. الا بغيت نتوقف لازم عليا نخرج لجنب الطريق. الجواب صحيح رقم 2. هذا السؤال واش يمكن لي التوقف على طول الرصيف ديال اليمين او ديال اليسر؟ هنا كيف ما كنلاحظوا بان عندنا علامه اتجاه واحد، طريق ذات اتجاه واحد. حيث كتكون طريق ذات اتجاه واحد، الوقوف او التوقف كيكون مسموح به على جوانب بزوج. اذا اليسر ممنوع، مسموح لي التوقف، انما على جهه اليمين كنلاحظوا وجود رصيف مصبوغ بالابيض والاحمر هو اللي كيمنع لي الوقوف والتوقف على جهه اليمين.
الجواب صحيح هو رقم 2. هذه السيارة في وضعية مناسبة للتوقف، كنلاحظوا بأنها مواقفاش مزيان. كيف بغينا نوقفه لازم أننا نخرجوا لجنب الطريق ونقوموا بعملية توقف. إذن هذه غير وضعية غير مناسبة. جواب صحيح رقم 2. هنا في هذا السؤال، واش يمكن لي نتوقف على اليمين على جنب الطريق أو على الطريق؟ كيف ما ذكرنا من قبل، نخرج لجنب الطريق ونتوقف مادام ما عنديش علامة المنع اللي كتمنعني. إذا مسموح لي نتوقف على جنب الطريق، نعم، بل على الطريق العكس وسط الطريق ميمكنش ليا نتوقف نهائيا. الجواب صحيح رقم 1 و4. من بعد هذه العلامة يمكن لي نتوقف على جنب الطريق ديال اليمين، على جنب الطريق ديال اليسر، او ما مسموحش بالتوقف لا على اليمين ولا على اليسر. كيف كنلاحظوا على جنب الطريق ديال اليمين وجود علامات ممنوع التوقف، وعلى جنب الطريق ديال اليسر هذا ماشي الاتجاه ديالي باش نتوقف فيه، هذا هو الاتجاه المعاكس. اذا ما مسموحش ليا بالتوقف لا على اليمين ولا على اليسر. جواب صحيح رقم 3. هذا السؤال كيقول من واجب عليا نكون على اليمين ديال هذا الخط باش نكمل السير او باش نتوقف. هنا كيف كنلاحظوا على اليمين ديال هذا الخط هو مسلك خاص بالدراجات، مخصص لمرور الدراجات، ميمكنش ليا نكمل فيه السير وممنوع ليا فيه الوقوف او التوقف. الجواب صحيح هو رقم 2 و4. يمكن لي التوقف على الجنب ديال اليمين على الطريق مباشرة من بعد رأس العقبة. هنا على غرار السؤال اللي جاء ديال المنعرج، كذلك نفس الشيء بالنسبة للعقبة، ما يمكنش نتوقف مباشرة من بعد رأس العقبة. الجواب صحيح هو رقم 2. يمكن لي نتوقف قبل هذه العلامة أو بعد هذه العلامة. كيف عرفنا أو كيف كنعرفوا بأن علامة المنع كيطبقوا من بعد العلامة؟ إذا من قبل كيكون مسموح، وإنما في هذا السؤال كيقول، هذا السؤال كيف كنلاحظوا أن عندنا السهم نازل تحت، إذا المنع غادي يطبق قبل العلامة. واش يمكن لي نتوقف قبل العلامة؟ لا، لأن المنع كيطبق قبل. في هذه الحالة وجود السهم كيعني بأن المنع كيطبق قبل العلامة، أما بعد العلامة فهو غير ممنوع، فهو مسموح للتوقف. إذا الجواب صحيح رقم 2 و3. هذه الشاحنة واقفة بشكل صحيح، هذه الشاحنة واقفة بشكل غير صحيح، لأن كيف شفنا من قبل في الأسئلة السابقة وقوف أو توقف كيكون على جنب الطريق، إذا هي ما وقفش مزيان. الجواب صحيح رقم 2. على طول الرصيف ديال اليمين توقف ممنوع أو مسموح به أبو الخلاص. هنا الوقوف أو التوقف هو مسموح به ماشي ممنوع، وكيكون توقف بالخلاص. الجواب صحيح رقم 2 و3. مادام عندنا علامة الأداء هي هذه اللي كنلاحظوها، هي دي علامة الأداء بالخلاص. في هذه الحالة وقع لي عطب في طريق السيار، أنا في وضعية مناسبة، نعم، وغادي نشعل أضواء النجدة، نعم، لأنها لي واقف في شريط الوقوف السجالي. وهذا لنقل وإنزال المسافرين
نوقف في هذا المكان اولا نشد ليمن، ما غاديش نوقف في هذا المكان. علاش؟ لان هذا كيف كنلاحظوا رصيف مسبوق بالابيض والاحمر، ممنوع فيه الوقوف والتوقف، وما يمكنش نشد ليمن، لان كنلاحظوا هنا ان هذا الراجل كيقوم بعمليه المرور، اذا ما غاديش نشد ليمن بل غنقص السرعه، وإلا اضطريت في هذه الحالة نوقف فغادي نوقف. جواب صحيح هو رقم 2 و4.